أنه في كل ليلة يكتمل فيها البدر كما هو مكتمل هذه الليلة، أن تدخل عروس إلى هذا القصر تخرج منه إلى سيف الجلاد. ماذا لو جسست لي بنت كرمان فعرفت عذراواتها؟ فإن كنت واحدة منهم فلما أنجو؟ اليوم سيكتمل القمر البدر، سيكون وجهه مصبوغا بالدم. يبدو أن ليلة اكتمال البدر تخيف مولاي السلطان أكثر مما تخيفه عرائسه. ما زلت تشك؟ بكل ما إن البدر يحب العاشقين. ما عدت أدرك من أكون وأين أكون في كل حين. لن يكون لك ولد إلا مني يا شهريار. أنت عاقل يا جميل. لما لا يقر رجل بأن العقم فيه؟ ليس العيب في زوجته بل فيه هو. عندما قسم أبوكما البلاد بينكما كان شرطه أن من لا ينجب يؤول ملكه إلى أبناء أخيه. الممالك ليست ألعاباً لإرضاء الأبناء، إنما يحكمها أنه قادر على الحكم. يقضي السلطان عمره بين الجواري حتى يظن أنه يمتلك كل النساء، ولا واحدة تملك نفسها. جسدك روضة متفتح فيه أزهار يشم ويضم ولا ينعقد فيه تمر. تنجب من غيرها، من إحدى محضياتك أو جواري وتدعي. وما رأيت أجمل منك يا سيدتي في هذه الليلة، وأظن أن قمر السماء إن رأك سيختفي من أفقه غيرة وحزنا. أأقتل من أحمل منه بعد أن تتيقني من أنك قد حملت منه؟ إن مولاي شهريار لا يقتل الفتيات ليكرر قتل زوجته. تمكنت من قتل شهريار لعاشت كرمان كلها. إن قتل فرد وإن كان السلطان لا يفيد في شيء. يحيى السلطان وتفنى الرعية. ينتزع الجند والجبات من الناس أرزاقهم بأي حق؟ لقد قهر الناس واقتصب أرزاقهم ليرميها في حضن أخيه شهرمان. كيف يستطيع الرجل أن يعيش دون حب امرأة حتى ولو كان سلطان؟ اصمتي اصمتي اصمتي، أخرجوا هذه المرأة من هنا، أخرجوها من أمامي. لست إلا امرأة عابرة في فراش السلطان، لا ترفعين من شأنه. أنت ما جئت إلى هذا السرير ولم تأتي إلى ذلك السيف الذي ينتظرك. لقد أدخلت يوما ما هودجك إلى هذا القصر، وسأخرج يوما لنعشك منه. تعبثين مع الموت يا فتاة، الموت لا يعبث معه. هذه المرأة يجب أن تقتل. قصرك ليس كرمان بل أن تكون بينهم ومعهم. فإذا نزل أهل كرمان كرمان فأن ينزل عن سلطاني. ليس الأمر بين أخ وأب، إنما الممالك وأطماعها تصطك وتعصف. الهزيمة في الحب وانتصر في الحرب. ليس في الحب هزيمة وانتصار. يكتمل القمر البدر ثم يغيب، وتنقضي ألف ليلة وليلة بين السيف والعنق، وأبقى أنا شهرزاد حية لأروي في الليلة الثانية بعد الألف الحكاية الأخيرة، حكايتي وحكاية شهريار، حكاية الشعب والسلطان، حكاية الوطن والعدوان، حكاية كل الحكايات في الليلة الطويلة الممتدة في كل مكان وفي كل زمان. حكايتنا على نصل القدر الحادي الرهيب، حكاية الحياة والموت.